يعطيك العافية وحش من عارف راح تعب الله يحين كذا راح عندي يعطيك العافية المهزوم يا الباء اخوي بعد زيزو اخوي خسر خسر قدام محمد صقر اتوقع خسر خمر طقطق يا الحين بعد الفوز مبروك الفوز حبيبي يا عيالك يا بس ايش في كلمه غندات ايش اليوم جيت اليوم مو دائما انا اليوم جيت كان رحل كان برا عند باب الباصات ملطوع ينتظر اخوي يجي المهم فقال لي عبد اللطيف بلا شوف ولد خالتي موجود ولا لا واروح اشوفه واشوف عند باب الباصات ويسجل صوتي واقول اروح عنده اسال انت خالد تعرف عبد اللطيف مدري ايش زي كذا وش اسمه ذا يقول ايه ويسجل صوتي عبد اللطيف يطقطق عليه وهذا يسجل صوتي ويطقطق عليه ويسجلون بعض وانا كذا ما ادري ايش السالفه لا جوالك اي جوالي عاد انت القوم كعبات الجوال خليه بينه وبين الاشخاص ما شاء الله يا عيال خرات ولا يا عم لا لا يقربوني من جدي مرة من بيت بس اني مرة اشوفه هنا وفي اظهر دايم هذا هي والله طف النور تعال تعال بخسن في غمض الشبه مغيار شو الكلب اللي فوق شاقهم والله اني شاقهم استقعد لهم بتريسة ما بخسن هذا الله لا مبروك السلامة انا ابوك يا لحظة ما تعرف تسحب لا انا باك انا بوينت انا جا 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 Oh, I'm gonna help.